مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لبغداد وأهم الملفات التي سيفتحها، ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة دكتور ناجي حرج. حياكم الله دكتور ناجي. بداية، الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد اليوم، زيارة تعد الأولى لمسؤول أممي كبير منذ 6 سنوات. بداية، هل لهذه الزيارة أهمية بالنسبة للعراق أم لها أهمية بالنسبة لمن يحكمون بغداد؟ أهلا وسهلا بكم. مفروض أن تكون للزيارة أهمية للعراق، لأن الأمم المتحدة هي الهيئة الدولية الرئيسة، والتي يتواجد في العراق عشرات المنظمات ومئات الموظفين الدوليين. فيفترض أن عمل هؤلاء الموظفون الدوليون وعمل هيئات الأمم المتحدة الموجودة في العراق يفترض أن توظف لخدمة الشعب العراقي ولخدمة العراق ككل. لكن للأسف، وكما أشار تقريركم، يعني في محطات كثيرة لاحظنا أن الأمم المتحدة تخذل الشعب العراقي، وغالبا ما تحاول أن تجبل من العملية السياسية التي لا ينفع معها اي تجميل او التي يجب ان نسميها عمليه المحاصصه الطائفيه القائمه منذ عام 2003. بالتالي يعني نحن في مركز جنيف الدولي للعداله يعني لدينا شكوك في اهميه هذه الزياره، ولذلك استبقنا وصول الامين العام للامم المتحده بتقديم مطالب محدده. ما هي هذه المطالب يا دكتور؟ نعم، ما هي هذه المطالب؟ من أهم المطالب أنه يجب أن تضغط الأمم المتحدة من أجل محاربة الفساد في العراق، يجب أن تضغط من أجل معرفة مصير المختفين قسريا. الأمم المتحدة موجودة في العراق وعليها أن تمارس دور أساسي في الكشف عن المختفين قسريا، ونحن نعلم أن لجنة الأمم المتحدة للاختفاء القسري قد زارت العراق في شهر تشرين الثاني الماضي، لذلك لا بد من متابعة مستمرة من مكاتب الأمم المتحدة في العراق مع السلطات العراقية. لا بد من الضغط على السلطات العراقية من أجل كشف مصير المختفين قسريا. طالبنا أيضا بملاحظة ما يجري في المحتفلات والسجون من عمليات تعذيب وإهانة وإذلال للمعتقلين في هذه السجون، وحرمانهم من أبسط المستلزمات الأساسية من الدواء والغذاء والإشراف الطبي، ومسائل أخرى طالبنا منها محاسبة كل المتهمين بعمليات التعذيب والإخفاء القسري التي تجري في العراق منذ سنوات. طيب دكتور، يعني أنتم طالبتم والعراقيون يطالبون أيضا ليل نهار بالتدخل الدولي لإنقاذهم مما هم فيه، لكن ترى هل للمجتمع الدولي الرغبة أو للأمم المتحدة الرغبة بتفعيل هذه القضايا أو فتح هذه الملفات أمام الرأي العام أو طرحها أمام الحكومة؟ يعني الحديث الذي خرج من أنطونيو غوتيريش كله يتحدث عن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، الخطوات الصحيحة، الممارسات، محاربة الفساد وما إلى ذلك، وكأنها جاءت لتجمل أو تلمع صورة هذه السلطة وليست لدعم العراقيين. هو يعني كأمين عام للأمم المتحدة قد يستخدم بعض العبارات الدبلوماسية، لكن نحن نعلم أن هنالك طلبات محددة قدمتها الأمم المتحدة للسلطات العراقية. ما يهمنا هو أن تضغط الأمم المتحدة أكثر لتنفيذ هذه المطالب، وأن تتابع أكثر مع السلطات العراقية من أجل تنفيذها. يعني غوتيريش أشار إلى مسائل مثل الفساد، أشار إلى موضوع الحوكمة، أشار إلى موضوع التحكيم في مجال الخدمات وفي موضوع تحسين الاقتصاد وإيجاد فرص للشباب وإجراء إصلاح منهجي في المؤسسات، وكذلك أشار إلى المساءلة. يعني يقصد فيها المساءلة فيما يتعلق
بانتهاكات حقوق الإنسان. فنحن نتمنى أن لا تقف الأمم المتحدة عند هذه العبارات، أن لا تبقى هذه العبارات مجردة من فعل واضح على الأرض ومن متابعة على الأرض بالضغط على السلطات العراقية من أجل إجراء هذه المستلزمات وهذه التوصيات التي تقدمها الهيئات الدولية. دكتور نجيب، باسترجاع سريع لقضية حدثت قبل بضع سنوات، في عام 2019 خرجت وزارة الدفاع الهولندية بتقرير قالت فيه أن هناك مجزرة ارتكبت عن طريق الطيران الهولندي في عام 2015 وقعت في مدينة الحويجة في محافظة التأميم بمدينة كركوك. كانت وقتها وزيرة الدفاع آنذاك التي أعطت الأوامر بتنفيذ هذه الضربات الجوية كانت جينين هينس بلاسخارت، وأوقعت هذه الضربات عددا من المدنيين العراقيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال باعتراف وزارة الدفاع الهولندية. جينين بلاسخارت هي ممثلة الأمم المتحدة، ألا يعني هذا أن على الأمم المتحدة أن تعيد بناء نفسها من جديد وتعيد اختيار الشخصيات التي تمثلها داخل العراق في بلد حساس كهذا وهي متهمة بقتل العراقيين الأبرياء؟ بالتأكيد نحن طالبنا داخل الأمم المتحدة وداخل مجلس حقوق الإنسان بإعادة النظر في كل هذا، وأكدنا أن هنالك عمل الأمم المتحدة في العراق يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى 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 محاسبة، وبنفس الوقت طالبنا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كل الانتهاكات التي جرت في العراق، سواء التي قامت بها قوات الغزو الأمريكي البريطاني، القوات الأخرى المتعاونة معها، أو تلك الانتهاكات التي جرت في سياق ما يسمى الحرب على الإرهاب التي أودت بحياة الكثير من المدنيين العراقيين وأسفرت عن تدمير كثير من المدن العراقية ونتج عنها مجازر المترة التي تتحدثون عنها. فهذا الموضوع نعم من المواضيع المطروحة والتي تتابع من قبلنا داخل أجهزة الأمم المتحدة، وبالتأكيد أنا أؤيد الرأي بضرورة أن تختار الأمم المتحدة جيدا من يمثلها في العالم. المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة الدكتور ناجي حرج، شكرا جزيلا لك.